والله أنا للأسف يعني برفض وبشدة العمل اللي قامت فيه دولة المغرب أو أي دولة عربية، وبالنهاية إحنا كنا يعني مع القضية الفلسطينية، ويجب علينا أن كنا نرفض هاي التطبيع وأشكاله بأي شكل من الأشكال. هذا كيان غاصب، كيان محتل، لا يفهم لغة السلام ولا يؤمن بها. حتى السلام اللي هو بده إنه يعملوا مع الدول العربية هو لغايات مسمومة وليس لغايات إنسانية أو غايات سلام. هذا كيان قتلت أطفال ونساء وشيوخ. تطبيع مع العدو الصهيوني هو خيانة لديننا، خيانة لأوطاننا ولأمتنا، وخيانة للمسجد الأقصى المبارك. فكل من فكر أن يطبع أو مارس التطبيع أنا أعتبره خان. إحنا شعوب ندعو للسلام ضمن القوانين الدولية والقرارات الدولية، وهذا التطبيع في صالح الشعوب العربية وصالح القضية الفلسطينية فأنا معه، لكن هو ملاحظة تكون تحت إجماع عربي، إجماع عربي مشترك. للأسف الشديد تتابع يعني التطبيع مع العدو الصهيوني من كثير من الدول العربية، وهذا شيء مؤسف يعني، وإلغاء لمرحلة من النضال خلينا نقول العقيدة الشعبية العربية في الصراع مع العدو الصهيوني. فبالتالي يعني أنا مش مستغرب هذا التطبيع، لأنه يعني كان على استحياء التطبيع والآن أصبح يعني ظاهرة. هذا وقت الخنوع العربي وليس وقت التطبيع العربي. هاي الدول لا تحكمها الشعوب، يحكمها أناس معينين من الكيان الصهيوني. أنا من وجهة نظري التطبيع طبعا خيانة مطلقة، بعنا ديننا وعروبتنا وبعنا إسلامنا.